صراحة الأجواء جدا جميلة، بس لاحظنا هذه السنة إنه نبتة شجرة الجاكريندا مو زي السنة اللي فاتت أو قبل. الجاكريندا مختلفة هذه السنة، مو زي عادتها، متأخرة. مرة تأخرت مرة، يعني مو زي كل سنة. فقدنا سحرها الحلو، فقدنا لونها. كل مرة كنا نجي نفسها السنة اللي هي طالعة ما شاء الله، إلا هالمرة تأخرت. يعني نظرا لما تمر به منطقة عسير من حالة مطرية أدت إلى زيادة نسبة الرطوبة في التربة، مما أدى إلى اختناق وعدم بناء عملية التبادل الغازات، وبالتالي هذه الظاهرة تحدث اختلال فسيولوجي في النبات، مما يؤدي إلى قلة الأزهار